مشهد الأرض الصخرية اللي طالع في وسطها زرعة، وساعات تشوفها في ركن السلم وردة صغيرة كده أو نبتة طالعة وسط البلاط، وساعات تشوفها في حافة الرصيف وهو بيلتقي بالأرض طالعة زهرة صغيرة كده عفرت لوحدها بعد المطر. مشهد العجيب ده لازم يوحي لك بشخص عمل إنجاز كبير رغم صعوبة الظروف المحيطة بيه. وعشان ما اكونش ظالم، في ناس مجتهدين وطيبين حالهم كان ممكن يبقى احسن لو الظروف ساعدتهم، ولا يلاموا ابدا على تاثير الظروف والواقع المحيط عليهم. لكن برضو الواقع بيشهد ان في ناس كتير نجحت وتفردت وحققت خطوات مشرفه رغم الوحده وعدم وجود المعين. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: ثلاثه يحبهم الله وثلاثه يبغضهم الله. أما الثلاثة الذين يحبهم الله: رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم فمنعوه، فتخلف عنهم رجل فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. كلهم قالوا له مش هنديك، طلع منهم واحد في السر اداله لا يعلم هذا إلا الله والكل مش معاه. وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما سواه، نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام رجل يتملقني بركعتين ويتلو آياتي. كل الناس نامت مقتولين من السفر، وده قام يصلي لله لوحده. ورجل كان في سارية في حرب فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح الله عليه. لوحده الكل تراجع إلا هو عشان ربنا يفتح عليه أو يموت شهيد. كل دول أمثلة لناس كانوا لوحدهم والظروف مش مساعدة فربنا أحبهم. لا شك أن ربنا أحبهم لأن هم استعانوا بالله وتوكلوا عليه حق التوكل حتى ولو كان كل واحد فيهم لوحده. كم رجال الأعمال وعلماء العلوم الحياتية النافعة وعلماء الشريعة ولعيبة كورة وأصحاب فنون هادفة كتير جدا طلعوا منهم من بيئات فقيرة جدا، وما كانش فيه دعم مالي ولا واسطة عشان تطلعهم إلا مجهودهم، أو طلعوا من بيئات بتسفه من أهدافهم ولا ترى قيمة لأحلامهم أو بتستغرب من إصرارهم على الشيء اللي بيتمنوه. الحقيقة إن قصص الناس المتفردين اللي قاوموا الظروف ونجحوا لا تعد. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: طوبى للغرباء. قيل: من الغرباء؟ قال: الذين يزيدون إذا نقص الناس. الذين يزيدون إيماناً وتقى إذا نقص الناس من ذلك، الذين يزيدون إتقان وتركيز والناس قاعدة بتدردش وتضيع وقت، الذين يزيدون من الأمانة ومراعاة نظر الله وغيرهم عمل قفزات مالية من الرشاوي اسمهم الغرباء. هؤلاء الغرباء اللي قدروا إن هم يحققوا اللي نفسهم فيه رغم الظروف ما كانتش بتساعدهم، الله أكبر في صدرهم من أي حاجة، وحماسهم نابع من يقينهم بعون الله، وثباتهم على القيم نابع من إدراكهم لمعية الله عز وجل طول ما أنت مش عايز تأذي حد ونيتك كلها خير. عشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: طوبى، يعني الجنة، طوبى لمن أخلص دعاءه وعبادته لله ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه، ولم ينسه ذكر الله ما تسمع أذناه، ولم يحزن نفسه بما أعطي غيره. مش فارق معاه مين اللي مقصر ومين اللي كويس، هو مركز في هدفه، قدوته اللي بيجتهد، أما الوسط المحيط لو مش بيعينه هو مع الله. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ربك سبحانه وتعالى يعلم وسعك وهيساعدك وهيمدك، فلو اخترت ربنا كانت الأكوان معك، ويفرح بيك سيدنا رسول الله حين يعرض عليه عمله. فاللهم يا صاحب كل فريد ويا مؤنس كل وحيد، مدنا بمدد من عندك تفتح لنا به كل باب مغلق، فإنك يا مولانا فعال لما تريد.